يا انا قلبي حر بحالي بقلو شو على بالي انا قلبي حر بحالي. يسعد صباحكم مره ثانيه مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، بعدنا مكملين معكم بصباح الخير برلين. يا عمري خلي بالك على مثل ما عم تشوفوا مثل ما عم تسمعوا قلبي بحناني خلي قلبي بحناني. ضيفنا لليوم سرق قلوب لجنة التحكيم ببرنامج ذا فويس الألماني ومرحلة المرحلة الأولى. أول شيء بنقول يسعد صباحك يا محمد. صباح الفل. يسعد لي صباحك. طبعا اللي عم نسمعه كمان موسيقى من محمد، حكينا عنها بعد شوي. عمري خلي بالك على قلبي سي عمل خلي قلبي بحناني خلي قلبي بحنانك ولي راعي حرية قلبي راعي حرية. محمد يعني لكل اللي ما عم يعرفك قبل ولك لكل اللي عم يشوفك هلا، خلينا نقول محمد بهيك بشي بسيط صار بسيط. اوكي موافق. ايه موافق. محمد الشريف، انا فنان فلسطيني مغني وملحن وكاتب للاغنية، خريج معهد حلب للموسيقى وعايش من بالمانيا من قرابة 6 سنوات، وهلا حاليا من جديد يعني مشترك ببرنامج ذا فويس الالماني. حنحكي عن هاي المشاركة ونحكي تفاصيل أكيد. هذا المشاركة يعني لأنه ما رح نمرق هيك على السريع. والوفا والله بطبعه والأوحانا واللي صاير يا روحي واللي صاير يا روحي عليك بضار. من الأغاني اللي بحبها طبعا هاي الغنية. ايه من الأغاني اللي بحبها يعني. خبرنا عنها أكثر معناته. أغنية حرية قلبي هي من كلماتي وألحاني وتوزيع الأستاذ رواد زيدان. أصدرتها لما أنا كنت بسوريا وعملت صدى كتير واسع والحمد لله يعني مسموعة دائما. وهذا بس الشيء بس هون تم إنتاجها لهي الغنية؟ أكيد يعني لما أطرحتها يعني طرحتها بألمانيا ولكن الإنتاج الموسيقي كان بسوريا. هذا اللي بقصده. يعني أنا كتير مهتم أعرف تماما يعني المدرسة الموسيقية اللي أنت طلعت منها. مثل ما كنت عم تذكر انه بحلب، يعني معروف اللي بيعرف بالموسيقى بيعرف انه حلب المدرسة الحلبية بالموسيقى مدرسة عريقة جدا عريقة جدا من اهم المدارس الموسيقية العربية. حكينا خبرنا عن هذا الموضوع. هلا طبعا انا من طفولتي كنت دائما بالمدرسة يعني بعد الدرس اقعد غني ويسفقوا لي الطلاب وتصير هيك اجواء حلوة يعني. اكتشفت موهبتي من خلال هاي القصص الصغيرة اللي بتصير معك لما انت تكون انت قاعد انت وعيلتك هيك مع ناس تانيين وتقعد يقولوا لك يلا غني وتغني ويجيك المديح هيك وانت صغير وتشعر بالنشوة هيك الجميلة. من هون بلش الموضوع يكبر اكثر يعني. ومن بعدها بدأت يعني ادرس الموسيقى بشكل اكاديمي يعني. يعني دراستي بمعهد حلب للموسيقى افادتني جدا يعني. طبعا الموسيقيين يعني بوجه لهم طبعا كمان تحيه كبيره يعني اساتذتي الاستاذ يعني حسن، الاستاذ ماهر نعناع، الاستاذ عبود بشير وكثير من الناس اللي انا طبعا بفتخر فيهم وكانوا يعني من الناس المؤثرين جدا بحياتي. طبعا كانت دروس الموسيقى هي جانبية بجانب دراستي الأساسية. طبعا دراسة المدرسية وتخرجت من المعهد طبعا وانطلقت من بعدها بإصدار الأغاني يعني. وكانت أولى أغنياتي هي أغنية عيونك تقتلني. بعتقد كان إصدارها عام 2013 يعني هي كانت الانطلاقة الأولى أنه الناس تسمع محمد الشريف عنده أغنية خاصة. طيب يعني خلينا نسمع هذا المقطع ونرجع نعلق. أوكي. عايش بروح مجنن وجوا حبك أسرني وعن كابر
شعور رهيب على المسرح يعني صراحة. عم نسمع المقطع اللي كان فيه محمد بذا فويس الألماني, وكنا عم نسمع هذا البوم تبع الفتلة من أول ما قال موال فتلوا فتلة النجنة أو النجنة. خلينا نحكي على هيدا المشاركة, يعني رح نحكي على ليش اخترت هيدا الغنية, بس خلينا بغض النظر حول مشاركتك بذا فويس الألماني, قديش هي خطوة بدها جراءة كتير؟ بصراحة هي خطوة جريئة وجديدة بعض الشيء, يعني يعني ما كنت أنا حتى متخيل إنه تكون هاي المشاركة هيك بهاي السلاسة وهاي يعني الرواء اللي كان موجود. يعني هذا كتير كان بيعطيني مشاعر إيجابية لأنه دائما أقدم وكمل يعني استمتع بهذا الشيء اللي أنا عم بعمله. فعلا كان يعني كان ماشي الموضوع مثل ما أنا بدي وأكثر. يعني الحمد لله رب العالمين. فكرة المشاركة إجت من إني أنا بدي أعمل شيء جديد ما حدا عمله قبلي, يعني إنه لأنه أنا هلأ تقريبا يعني بوقت كورونا, هذا واحد. اثنين يعني لازم يكون في خطوة تعطي شوي دفعة, رغم إنه يعني أنا الحمد لله كنت معروف قبل, ولكن لما بيجيك بوش أو بيجيك دافع كبير مثل دافع The Voice, فهذا بيكون طبعا خطوة مهمة وبتغني المسيرة الفنية اللي أنا عم بحاول أشكلها. يعني طيب ليش اخترت هذا هاي الغنية بالذات؟ هلأ هاي الأغنية يعني بتحوي الطابع اللي ممكن يتقبلوه الناس الألمان, اللي ممكن يعني أنت إذا طلعت على التلفزيون ما يكون في يعني عدم قبول فيك تقول. فممكن يعني الرتم ساعد, طبعا الفرقة الموسيقية كمان بوجه لهم تحية, يعني كان يعني عملوا عمل عظيم طبعا, يعني انه يعزفوا موسيقى عربية حتى يعني تطلع اورجينال 100%. وهذا الشيء يعني صحيح. انا بعتبره يعني جدا جدا له قيمة كبيرة. يعني يعني الأغنية تحمل الطابع اللي ممكن يتقبلوه الناس الألمان, يعني وهذا الشيء كان كتير مهم, لأنه تقدر تلف الكراسي يعني حتى تقنع أنت معك دقيقتين. وحتى فكرة الموال ما كانت موجودة, يعني فكرة الموال هي يمكن اللي عملت التأثير الكبير. هي أنا لما قال يعني لما تم الموافقة على الأغنية, يعني أنا صرت أفكر شوي يعني شو ممكن الشيء اللي ممكن يقنع بدقيقتين من خلال الأداء. يعني فحاولت أعمل الجملة اللحنية اللي هي بالموال, يعني وكانت الفكرة كتير ناجحة, يعني الحمد لله رب العالمين. ومثل ما شفتوا رح نكمل حديثنا معك محمد, سعيدين جدا بوجودك, ولكن خلنا نسمع شيء من موسيقتك اللي أنت عاملها ونحكي شوي كمان عنها ونرجع لحديثنا بما يخص The Voice الألماني. فاصل صغير مع محمد الشريف وراجعين. ونعيش مع بعض الهوى وندوب, نسهر بليل الحب يا نجمي, ما في يبقى لحالي, ما بنام إلا وانت قبالي, لما بوعى حقيقة والله يا مر الليالي. طبعا رجعنا لكم مستمعينا بصباح الخير برلين, وعنا الفنان النجم محمد الشريف, يعني مشترك بالموسم الحالي من The Voice الألماني, وعم نحكي معه اليوم عن هاي التجربة بشكل عام. يعني شعورك محمد وانت عم بتواجه لجنة التحكيم اللي عم تضم عن جد نجوم كبار بألمانيا وأكيد الجمهور الألماني, أول ما وقفت على المسرح هذا الشعور اللي إجاك؟ بصراحة هو شعور ما بخفيك أكيد, يعني شعور فيه رهبة, ولكن كمان عامل
الخبرة على المسرح بيلعب دور, وانت كيف تقدر تعمل كنترول على مشاعرك, كيف ممكن تحاول انت تعطي قدر الامكان كل امكانياتك. يعني الخبرة اللي درستها واللي جمعتها خلال مسيرتك الفنية تقدر بالفعل تعملها تطبيق عملي على مسرح عالمي. وهذا الشيء كان بالنسبة لي يعني مثل تحدي بيني وبين نفسي, انه لازم يكون كل شيء ماشي تمام, لازم يكون الإقناع موجود. ويعني طلعت غنيت لأنه أنا حابب, يعني طلعت ما بعرف إذا يمكن بتشوف الفيديو مرة تانية بتشوف إنه أنا كيف عشت اللحظة. يعني أنا كنت عايش اللحظة أكثر من إنه أنا حابب أطلع أغني بس لحتى يلفولي أو هيك. يعني أنا طالع لحتى أقدم فن, وبالنهاية هي رسالة. وأنا حتى عم بمثل شريحة كبيرة من الناس كتير حاولت تشارك وما قدرت, عرفت كيف. وطبعا يعني لازم يعني نحاول دائما انه نقدم ثقافتنا العربية بافضل طريقة. طيب وافضل صورة. هل توقعت ردة فعل لجنة التحكيم؟ هلا انا توقعت انه يكون في كرسي رح يلف. بس لفوا لك ثلاث كراسي. طبعا ثلاث كراسي الحمد لله, وواحد منهم مزدوج. يعني هو كان اكثر من المتوقع صراحة. هن تقبلوا الفكرة, يعني حتى فاعلوا معها بطريقة خلوني أنا أشعر بالمتعة على المسرح بصراحة, وهذا الشيء أعطاني ثقة أكبر وكفيت الأغنية وأنا مبسوط. يعني حتى حركاتهم كانوا عم ينقصوا بالعربي شوي. بالضبط. يعني وقفت على مسرح The Voice ونشرت الفرح والطاقة بخلال وجودك بمسرح ذا فويس, هذا اللي أشاد به كمان أعضاء اللجنة. وين بيكمل السر؟ هون نسألك, يعني وين بيكمل السر؟ ويعني أكيد رح نحكي ليش اخترت الفريق تبعك, بس وين بيكمل السر؟ هلأ السر أنه أنا إنسان مبسوط بحياتي, يعني الحمد لله رب العالمين, وإنسان قنوع. دائما بحب تكون طاقتي إيجابية, وإنه قدر الإمكان ما يكون في شيء سلبي يأثر على حياتي. فيمكن هذا الشيء كان عامل مؤثر, لأنه كانت الأجواء كتير حلوة يعني بالاستوديو, ويعني شيء محفز إنه أنت العربي الوحيد اللي أنت راح تمثل شريحة كبيرة من ناس كتير من شعوب, فيك تقول يعني نحن بالوطن العربي 22-23 دولة. يعني انت اللي رح تكون ممثل عن كل هاي الناس بألمانيا. فهذا الشيء يعني الحمد لله رب العالمين اعطاني شجاعة انه اوقف وقدم, يعني لحتى يكون كل شيء بأحسن صورة. رح نكمل معك, ناخد فاصل صغير من عندك طبعا وراجعين. ولي خصرك ما يجي من بيروت حتى حايفة, والله عيونك تقتلني طبعاً. مستمعينا اليوم بضيف صباح الخير برلين, عم يكون معنا الجميل والفنان المتألق والنجم محمد الشريف المشارك بالموسم الحالي من The Voice Germany. أي أسئلة محمد؟ موجود بما يخص المشاركة. طبعا يعني ست الوالدة بتقول صباح الخير لجميع الأخوة الموجودين, الله يعطيكم ألف عافية. تحية من والدة الفنان محمد شريف, صباحكم كله حيوية ونشاط. سيدي صباحك يا عرفات, وإن شاء الله نهارك سعيد. طبعا يعني احنا فخورين بمحمد كتير والله. بالمناسبة أنا حابب بس أؤكد على شيء كتير مهم. طبعا يعني أمي وأبي هن الدافع الكبير, لأنه أنا دائما يعني أكون بأحسن يعني صورة ممكن أقابلها بالناس أو أقدمها للناس بشكل عام. يعني هن اللي عم يعطوني الدافع لحتى كمل بالشي اللي أنا بحبه بحياتي وبحب أعمله, وإن شاء الله يا رب هيك دائما نكون قادرين إنه نرفع راسهم. يعني الله يخليلك ياهن يا رب ويديم محبة بيناتكم. وجل تحية كبيرة لوالدتك ولوالدك, يعني وهيك ان شاء الله
يعني بنشوفك بأعلى المراتب محمد. شكرا شكرا سيديا. بيقول صباح الخير لنارين علي عم تسمعنا عم تقول كونه يعني في المدرسة الحلبية ذكرنا المدرسة الحلبية حابة تسمع عن روزانا. هلا بنسمع روزانا أكيد. صباح الخير يا نارين انشلبي. حمزة أبو يزن بيقول صباح الخير يا خالي سعد لي صباحك يا أبو يزن. رجعنا للسؤال اليوم. 3 كراسي لفوا لألك وكرسي منهم مزدوج، ليش اخترت الفريق؟ هلا بصراحة كان في يعني معركة على مين انه حابب يكون او اكون انا بفريقه. هلا كل واحد منهم حكى شيء. هلا اللي جذبني اكثر شيء هي تعليق واحد انه هو المدرب اللي انا رحت معه ونيكو سانتوس، بوجه له كمان تحيه. يعني شو نغروس ان نيكو سانتوس از بيست اوف دويتش اوخ. هو قال انه هو بيعرف كتير اصدقاء عرب فلسطينيين، وهذا الشيء كان هو الشيء اللي مؤثر اللي خلاني اقتنع انه اكون بفريقه. ف يعني هذا السبب الوحيد اللي يمكن اعطاني يمكن هيك راس الخيط. فيك تقول يعني بتحس لساتنا نحن في عنا هيدا المشكله في هذا المجتمع بفكره يعني اللغه تبعنا دائما عم تشكل مشكله لما بنشوف حدا انه اوكي. يعني مثل ما قلت كنت عم تقول يعني نيكو كان عم يقول انه نحن في عندي اصدقاء كمان فلسطينيين. ام اوكي باللاوعي راح هذه القصه ولا لانه انا العربي الوحيد اللي موجود هناك والثقافه العربيه صعب انه انت يعني هن ما عندهم خبره بالنهايه. يعني حتى اللي المدربات اللي ما لفوا، يعني الكرسي الوحيد اللي كان اللي ما لفوا، هن برروا يعني انه هذا الشيء بانه هم ما بيعرفوا شو هي الموسيقى العربية او طريقة التعامل مع شخص بيغني باللغة العربية. هو هذا كان السبب الوحيد انه هن ما يقدروا يلفوا يعني. فهو لما قال لي انه انا عندي اصدقاء، وطبعا هو حتى نيكو سانتوس عنده خلفية عن الموسيقى العربية بسبب انه هو عنده اصدقاء اسباني. يعني هو هو يعني هو ترعرع ولد بترعرع باسبانيا. وهذا الشيء اقرب الشيء يعني لنا يعني كموسيقى اسبانية. ف يعني هذا كان كمان يعني سبب تاني لحتى انه انا اكون بفريقه يعني. طيب احنا الحلقه يعني كمان ممكن نحطها بالتعليقات بعد ما تخلص، بعد ما نخلص حلقتنا لليوم. الحلقه انعرضت يوم الاحد الماضي. ردود الفعل على السوشيال ميديا يعني وين ما تنمت. انا بصراحه انا قاعد القصة امبارح حكيت معه لمحمد عم يقول لي انه انا لحد هلا ما نام يعني. بقى لما عرضت الحلقه على السوشيال ميديا كيف كانت ردود الافعال؟ ردود الافعال الحمد لله كانت جدا 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 ايجابيه. يعني كميه الرسائل وكميه المحبه اللي اجتني من الناس فعلا يعني مو طبيعيه. يعني انا ما اقدر يعني الحق جاوب على رساله تجيني الرساله اللي بعدها. كتير 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 يعني عدد الرسائل كان كبير، وأنا بعتذر كمان يعني عن الناس اللي حد الآن ما قدرت أرد عليها، ولكن العدد هائل. وإن شاء الله أنا رح أرد على جميع الرسائل بأقرب فرصة إن شاء الله. ويعني أنا لهذا السبب ما قدرت أنا حتى يعني أنه أغفى أو نام أو أرتاح يعني. وكنت تحت ضغط كتير كبير يعني. حتى الصحافة والإعلام يعني تواصلوا معي كمان بشكل مكثف. فلا هيك يعني كانت الحالة شوي يعني تحت الضغط، ولكن يعني عم نحاول هلأ نتعامل مع الموضوع يعني. طيب هلأ شو رح تسمعنا؟ روزانا؟ لا ما نسمع روزانا كونتر تنالي. يعني مغني على روزانا ما في مشكلة. يلا أنا بدي غني. تحب تغني معي؟ لا لا. نعمل دي حلو بعد الحلقة.
عروزنا عروزنا كل الحالة فيها وش عمليت الروزنا الله يجازيها عروزنا عروزنا كل الحالة فيها وش عمليت الروزنا الله يجازيها يا رايحين لحلب حبي معاكم راح يا محملين العنب تحت العنب تفاح كل من وليف ومعانا ولي في راح يا ربي نسمتها وترد الولف ليا يسعد لي هالصوت، ان شاء الله هيك يعني الله بيرد الولف للكل. يسعد صوتك ويديمه شكرا شكرا محمد. يعني الاسئله كثيره بما يخص وجودك معنا. خلينا نقول المرحله اللي راح تكون بعد هي مرحله مواجهه، ما راح نفوت بتفاصيلها لانه ممنوع نفوت بتفاصيلها لا تطلع الحلقه على الهواء فعلا بقى. ما فيني يعني فعلا ما فيني احكي بالتفاصيل الكثيره لانه طبعا حفاظا على سريه البرنامج حفاظا على الاثاره والتشويق. ولكن يعني اول ما تكون عندي انا المعلومات يعني راح احكيها يعني بكل الاحوال. وان شاء الله يا رب يعني انا راح اعمل كل جهدي انه يعني كمان اقدم نفسي كمان واقدم الناس اللي عم تدعمني وواقفة معي كمان يعني بأحسن صورة. وإن شاء الله يا رب يعني الله يكملها معنا إن شاء الله يا رب. رح نرجع ناخد فاصل صغير، فاصل أخير وراجعين. نحكي نذكر إنه هذا التراك لمحمد الشريف بيدك يا حبيبي هواك حقق 1,000,000 مشاهدة على اليوتيوب. هلا عم يزيدوا الله يبعت الخير. روحي فداك يا حبيبي هواك روحي فداك. محمد اذا بس بنسال سؤال على السريع، هل شاركت بمسابقات مثل هذه المسابقة من قبل ولا هي أول مسابقة أول مشاركة لك؟ هاي أول مشاركة اللي تعرض على التلفزيون. يعني أنا حاولت دائما يعني لما أنا كنت بسوريا بصراحة، طبعا هذا أول مرة أنا بقوله بالإعلام، حاولت قبل من لما كنت بسوريا أنا أنه شارك بذا فويس العربي وحتى أجتني الموافقة، ولكن بسبب الحرب بسوريا ما قدرت شارك، كان الطريق مقطوع وما فيني سافر. وللأسف يعني ما تمت مشاركتي. يعني رغم أنه كان عندي مقعد موجود بالبرنامج يعني وتم دعوتي لأنه بأنه سنة هذا الحكي؟ بعتقد سنة 2012-13 كان في بعزه لسه. كان لسه يعني أول يعني وقت كان كاظم الساهر كاظم الساهر بالضبط وصابر الرباعي يعني مدربين شيرين وعاصي بالذكر شيرين وعاصي بالضبط. كمان مرة تانية لما كنت بألمانيا كمان قدمت وما قدرت شارك لأنه كان عندي أوس بيلدونج. كنت أنا موقع عقد الأوس بيلدونج وما كان فيني أرجع يعني أترك الأوس بيلدونج وروح لهدف تاني. يعني عرفت كيف كان أوس بيلدونج بالنسبة لي كان هو الأولوية لأنه أنا كنت مبلش فيه ومرقت سنة. فما تركت دراستي وفعلا تخرجت. هلا يعني الحمد لله رب العالمين اجت يعني اجت وحتى يعني مباشره من بعد تخرجي اجت مشاركه برنامج ذا فويس. فكان ما في يعني اي عوائق حتى عوائق وقتيه انه انا كيف ممكن انظم وقتي بين الدراسه وبين المشاركه وهيك. مباشره من بعد تخرجي يعني اجاني ايميل من ذا فويس يعني بالنسبة للموضوع المشاركة وشاركت وقدمت. طبعا في آلاف الناس يمكن عشرات الآلاف من جميع أنحاء أوروبا وخارج أوروبا يعني يعني اجت وقدمت على البرنامج الكاستينج الكبير يعني كان ببرلين.
مثل ما المقارنة عنا بيقولوا بيروت أهلا وسهلا فيك ببيروت، هم بيقولوا أهلا وسهلا فيك ببرلين. عرفت كيف؟ والحمد لله يعني لما قدمت يعني كنت الوحيد المختلف عنهم. لما الناس تحت عم تسأل شو أنت بتغني وشو أنت بتغني، لما قال لهم عربي يقولوا أوه عربي أغابي شو زابك ده كلام يا غالي كله عليك لو تبعد ثانية اشتغل مش وحياتي إلا كلام يا غالي كل عالي لو تبعد ثانية محمد، كلمة للجمهور العربي ببرلين وبألمانيا ولكل الجمهور اللي عم يسمعنا اليوم عن طريق راديو أرابيكا. أول شيء كلمة لألون من عيوني يسلمها العيون ومن قلبي كمان الله يسلمك. طبعا تحية لكل اللي عم يسمعنا هلأ وتحية لكل الناس اللي رح تسمعنا بعدين. يعني محبتكم هي كنز بالنسبة لي، وإن شاء الله يا رب دائما نكون عند حسن الظن، وإن شاء الله يعني أقدر أقدم دائما كل جديد بليق بحضرتكم وبليق بالسمعة اللي العربية اللي نحن دائما نفتخر ونعتز فيها. يعني إن شاء الله يا رب يكون هذا الشيء خير يعني، وإن شاء الله أنا رح أقدر يعني أو رح أكون إن شاء الله يعني أعطي أكثر ما عندي يعني. وأنا هذا اللي كان يعني فيك تقول يعني الدافع علي من الأول يعني، وإن شاء الله يا رب يكون خير. احنا بنتمنى لك كل شيء المنيح وكل الخير وكل التوفيق لك محمد. يعني يعني إن شاء الله بنشوفك بالفينال بالذا فويس يا رب. الله يسمع منك إن شاء الله. محمد الشريف النجم العربي والفنان الجميل كنت معنا اليوم بصباح الخير برلين. شكرا كتير لوجودك معنا. تحياتي لك. على فكرة أنا بكون دائما مبسوط بس أكون عند راديو أرابيكا، ما بعرف هيك بحس براحة نفسية يا يعني حبيب القلب. يعني أنا هذا الشيء من قلبي عم بقوله يعني. بسليك يا رب. كيف يعني احنا كتير سعيدين بوجودك بمناسبة اليوم. الله يخليك يا رب. بسليك. أكيد مستمعينا بقيان شوية وقت معنا لننهي برنامجنا لليوم. بدي أشكرك مرة تاني محمد الشريف لوجودك معنا بصباح الخير برلين، وأنا بتشكركم كمان على الاستضافة الحلوة. شكرا. يعني واجبنا. أكيد مستمعينا رح نحط لكم المقطع The Voice اللي كان فيه محمد يوم الأحد الماضي. تابعوا لمحمد وبدنا الدعم لكل يعني كل الدعم اللي بنقدر عليه. وبدي يعني اهدي هيدا هي الموسيقى لنارين اللي عم تسمعنا. خبريني ملوم بيك رزان اسعد عم تقول بالتوفيق للجميع ويعطيكم العافيه. يسعد لي صباحك. شكرا رزان. اما عرفات بتقول منورين البرنامج دايما والاخوه دايما متالقين بالبرنامج. صباح الخير الحلو على الجميع. يسعد لي صباحك وشكرا كثير. عم تقول كمان شكرا لكل الاخوه والاخوات اللي عاملين براديو ارابيكا. كل المحبة لإلك وصدي صباحك. في طاقة بالبرنامج، في طاقة هيك في طاقة إيجابية. يعني ما بخفيك والله في. البرامج الصباحية كما يجب أن تكون. ما؟ صحيح. وأكيد هيك مستمعينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من صباح الخير برلين. بدي أشكر كل الأشخاص اللي كانوا موجودين معنا واللي كانوا موجودين على البث المباشر. بدي أشكر بآخر رسالة من والدتي عم تقول صباح الخير صباح الفل والياسمين الأحلى وأغلى حلوين. يسعد لي صباحك. شكرا كتير. بوجه لك كمان تحية. يعني بوجه لك تحية كبيرة وصلتنا متأخرة. هيك بنكون يعني بدي اشكر كل اللي كان عم يتابعونا. بدي اشكر كل اللي بعتونا رسائل يعني. واكيد بدي اشكر غادة من فرنسا اللي كانت معنا. والشكر الجميل
محمد الشريف الفنان الجميل المتألق كمان. دائما وكل التوفيق مرجع بقول لك لإلك. بجدد موعدنا معكم مستمعينا بكرة الساعة 9 الصبح بتوقيت برلين. ومن قلب العاصمة الألمانية برلين، راديو أربك أرابيكا، هوانا عربي. الهوى لازم يكون علمتها، كيف الهوى لازم يكون علمتها، وشلون وشلون تقدر تبتدي وتحب علمتها، وشلون وشلون تقدر تبتدي وتحب، وشلون اهواها بجنون، وشلون